السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم الإخوان من جديد على قناة ألو كمال. اليوم إن شاء الله معنا هاتف اللي هو من شركة مغربية، تار انتباه ديالي الخصائص ديالو مقارنة مع الثمن، قلت علاش لا نجيبوه بما أنه من شركة مغربية، نشوفه معا جميعا، نشوفه مميزات ديال الهاتف وكذلك واش يستحق الشراء ولا لا. تنأكد الثمن ديالو هو 1150 درهم مغربية. يلا خليكم معنا، واش يستحق هاد الثمن ولا لا؟ أول حاجة غنديرو انبوكسين. اذا الاخوان بعد ما درنا الانبوكسين للهاتف، اجيو دابا نديرو ليه مراجعه سريعه للهاتف. فهذا اس 1 هو لونتري دغام ديال شركه اس سي جي، كذلك عندهم الاكس 1 اللي هو الفلاكشيب ديال الشركه، وكذلك الاوان الى بغيتو نقدروا نجيبهم في القناه، ما كاينش اي اشكال. المهم بالنسبه للتصميم ديال الهاتف كما كتشوفوا، فهو مصنوع من واحد الماده سميتها اكس كربون، لهذا اللي كيخلي الملمس ديالو حرش، ما كيتعرقش ما كيتبصمش. كذلك هذه فكره مزيانه، هنا الغطاء كيتزاد الى تشونجي البطاريه، كيدعم شريحتي اتصال من نوع نانو سيم، كذلك بطاقة الذاكرة، معلم أنه جايب 16 جيجا، بالنسبة للعتاد 16 جيجا، 2 رام. إذن على بركة الله نشوف مواصفات الهاتف. بالنسبة لشاشة الهاتف كما مكتوب هنا، فهي 5.45 APS LCD HD بليس، نعم HD بليس، صراحة ألوان واضحة، 16 جيجا، 2 رام، الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل، لكن هنا 5 ميجا بيكسل صراحة صدمتني، أنا صراحة الجودة ديالها جيدة. هنا يدير لك واحد الاوبسيون ديال 40 ميجا بيكسل، نجربوها. كتعطل على باش كتاخد الصورة، هنا كيتم دمج عدة صور في صورة واحدة، وتقدر تزوميها حتى 26 مرة.
بالنسبة للكاميرا الأمامية، بعض الصور كذلك خديتهم بالكاميرا الخلفية. صراحة الجودة ديال الكاميرا الأمامية فصراحة استغربت لهذه الجودة ديال 5 ميجا بيكسل، كما كتشوفوا نقدروا نزوميو بالنسبة للكاميرا الخلفية. فجينا الهاتف ب 8 ميجا بيكسل، معالج ميديا تيك 1.3 جيجا هرتز، شريحتي اتصال، كيدعم الاندرويد 8 اللي هو الاوريو. نشوفو اندرويد 8. العيب اللي الصراحة اللي نقدر نسميه انا عيب اللي هو ما اكتملتش الخلطة، هو البطارية صغيرة جدا 2200. انا بديت خدام به فبديت كنلاحظ ان البطارية ديالو بدات شوية كتنقص. المهم هاتف لونتريد كام، العاب خفيفة، مواقع التواصل الاجتماعي واتساب فيسبوك، المهم وسائل الاتصال الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك بعض الألعاب الخفيفة. نشوفوا كذلك في واحد الخاصية زوينة، خاصية زوينة ديال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد الإخوان فول الأعزاء سكرين. على قناة ألو كمال. كما أسبق لي وعدكم بعد فتح علبة الهاتف أوبو آي 7. المهم الإخوان، حنا هنا كنبغيو نشاركو معكم أي جديد، ما كنبخلو عليكم بوالو، وأي اقتراح منكم فهذا ما كاينش أي إشكال. بالنسبة قلنا لتصميم الهاتف كيجي هنا زر إطفاء وتشغيل على اليمين، أزرار تحكم في الصوت، هنا مدخل الشحن، ميكرو USB، هنا دخل السماعات 3.5 ملم، هنا في الخلف كاميرا بدقة 8 ميجا بيكسل، شعار الشركة اللي هو SCG، شركة مغربية. طبعا هنا الفلاش، هنا السيري ديال S1، هنا سماعة تقدر تحجب الصوت إذا خدمنا شي موسيقى ولا شي حاجة أو فيلم مثلا، ولا بنتفرج في اليوتيوب شديد الهاتف على هذا الشكل تقدر تحجب الصوت، كون كان الأسفل يكون أفضل، البلاصة هنا خاوية كون كانوا داروا فيها الباف تكون أحسن. هنا ميكرو المكالمات، هنا كيجينا خاوي ما في أي شيء، كيجينا بظهر حامي نقدروا نديرو عليه. المهم هذا هو الهاتف ديالنا اليوم، كما كنشوفوا الجودة ديال الكاميرا لا بأس بها. انا عيبت هنا على البطارية صغيرة شيئا ما، هنا عدة فلاتر نقدر نديرو عدة فلاتر، الوسائل الحماية اللي جايبها الهاتف، فتح الهاتف عن طريق الوجه، نقدرو نفتحو الهاتف عن طريق الوجه، واحد التجربة. نعم كيفتح عن طريق الوجه. إذا الإخوان كان هذا فيديو سريع، مراجعة سريعة وفتح علبة الهاتف، ما تبخلوش عنا بتعليقات ديالكم،
وقولوا لنا شنو بغيتو الهاتف القادم ان شاء الله، ولا البرودوي اللي بغيتو نحضروا على القناة. نقدر نخلي لكم ليان ديال الهاتف اللي حاب يشريه، فهو متوفر في جوميا ب1150 درهم. يلا اخوان نشوفوا فيديو جديد ان شاء الله.